بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زملائي الأساتذة وأعضاء اللجان الامتحانية لمرحلة الدراسات الأولية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم إليكم شرح مبسط عن كيفية تصميم الماستر شيت الإلكتروني وكيفية وضع الدرجات فيه. نبدأ من هنا ونضغط على ستار ثم الإكسل. نفتح الإكسل، وهذه أدوات برنامج الإكسل هنا، ونتحكم بحجم العمود أو الخلية. من هنا نسحب أفقيا بهذه الطريقة، وعموديا من هنا بهذه الطريقة. ممكن أنه ننزلها إلى الأسفل. نأتي هنا، نؤشر، ونقوم بتظليل الخلايا والأعمدة المطلوب العمل عليها عن طريق التظليل، ونختار هنا كافة الحدود لكي تكون الخطوط هنا والخلايا والحدود تكون واضحة بهذا الشكل. أما كيفية دمج الخلايا عمودياً وأفقياً يكون من خلال هذه الأيقونة، ونختار دمج ويكون بهذا الشكل بعد أن اخترنا دمج الخلايا، فتكون هذه العملية بهذا الشكل، ونكتب تاء التسلسل، وبعد ذلك نكتب اسم الطالب بعد أن نسحب هذه المساحة، ثم نكتب درجة السعي، ثم نقوم بدمج هذه الخلايا الثلاث عن طريق هذه الأيقونة، ونختار دمج الخلايا بهذا الشكل، ونكتب هنا اسم المادة، مثلا هنا اسم المادة مادة التكويني، ثم نسحب من الأسفل حتى يعني تكون بنفس المستوى، ونكتب هنا في هذه الخلايا المدمجة الامتحان النهائي الكورس الثاني الدور الأول. بعد ذلك ثم نأتي إلى خلية أخرى، ونكتب هنا الدرجة النهائية، ثم نسحب قليل ونكتب النتيجة، وبعد ذلك نكتب الملاحظات هنا، فهذه الملاحظات يجب أن تكون يعني الخلية أكبر، حتى إذا أكو ملاحظات عن الطالب ممكن أنه ندونها بهذا الحقل، ثم نقوم بتظليلها ونختار وسط حتى تتوسط هذه الكتابة بهذا الشكل، ونكتب هنا في هذه الخلايا درجة التقرير ودرجة الامتحان النهائي، وكذلك
نكتب هنا المجموع ونضع النسب. السعي درجته هي 40%، ودرجة التقرير 18، والامتحان النهائي 42، فتكون المجموع 18 و42 راح يكون 60%. بعد ذلك نقوم هنا بدمج هذه الخلايا حتى تكون متساوية عن طريق هذه الأيقونة. فنحاول إنه ندمج أي خلية فيها خطوط أكثر حتى تكون متساوية بهذا الشكل، ثم نقوم بتظليل العنوان حتى نختار إلى فد لون اللي يعجبنا، إنه نختار هذا اللون حتى يميزه، وبذلك يصبح الماستر شيت بهذا الشكل جاهز. فيأتي الأستاذ إلى أن يدخل أسماء الطلبة هنا والسعيات ودرجة التقرير، وبعد ذلك الامتحان النهائي. مثلا أول طالب اسمه علاء محمود عبد، فرضا أنه درجته من 40-30، ودرجة التقرير فرضا 13 مثلا، ودرجة الامتحان النهائي هنا فرضا 40، فمجموعها من 60 نجمع 13 + 40، فالدرجة حتكون 53. أما الدرجة النهائية فهي حاصل جمع 30 + 53، فالدرجة تصبح هنا 83. النتيجة إنه الطالب هنا نكتبها نتيجة ناجح. وإذا كانت توجد لدينا فد ملاحظات عن هذا الطالب، ممكن إنه ندونها في حقل الملاحظات.